مصرية على يد ألماني داخل إحدى ساحات القضاء الألماني، خبر هز المصريين الأيام القليلة الماضية. ففي حادثة مأساوية قتلت مروى الشربيني البالغة من العمر 32 عاما وهي حامل في شهرها الثالث داخل محكمة لانز بمدينة دريسنر شرق ألمانيا على يد ألماني من أصل روسي إثر مشادة وصفها فيها بالإرهابية لارتدائها الحجاب فقامت بمقاضاته. وفي أثناء المحاكمة أخرج سكينا وطعنها حتى أرضاها قتيلة. لم يكتفي المتهم الألماني أليكس دابليو البالغ 20 عاما بقتلها، ولكنه طعن زوجها 3 مرات وهو في حالة حرجة الآن في مستشفى دريسدن. وفي محاولة للسيطرة على المتهم لحظة ارتكابه الجريمة أصاب أحد أفراد الشرطة زوج المجني عليها علوي علي عكاز وهو مبعوث مصري من جامعة المنوفية بطلق ناري بالخطأ في الساق. بدأت تفاصيل المأساة في أغسطس الماضي عندما كانت الضحية في أحد ملاعب الأطفال وطلبت من المتهم أن يترك الأرجوحة لابنها البالغ 3 سنوات، لكن المتهم سبها ووصفها بالإرهابية، فاتبعت الضحية إجراءات التقاضي وبالفعل أنصفها القضاء وغرم المتهم 750 يورو. ليطعن بعدها المتهم على الحكم وأمام الاستئناف حدث ما حدث. هناك من يرى في الحادث إهمالا وتواطؤا من قبل الأمن مع المتطرف الألماني، لكن الخبراء استبعدوا شبهة التواطؤ واختلفوا حول درجات تأمين المحكمة مما يعد خللا أمنيا وإهمالا. وفي الإعلام الألماني تباينت ردود الأفعال حول الحادث، فهناك من تناول الخبر على استحياء مركزا على الجانب الإنساني والاجتماعي، وهو أن الطفل الذي قتلت والدته فقدها في سن صغيرة، خاصة أنه الآن في إحدى دور الرعاية حتى يأتي أحد أقربائه ويتسلم. ومنها من جاء بالخبر بأبعاده المختلفة، فتحت عنوان الكراهية للعرب تحرك مجزرة المحكمة تناولت صحيفة بفليك جريمة ووصفتها بالبشعة، وسردت الصحيفة تفاصيل الحادث الذي جاء على خلفية وصف المجني عليها بالإرهابية. وبشكل عام توحدت جميع وسائل الإعلام الألمانية المرئية والمسموعة والمقروءة على انتقادها الإجراءات الأمنية القاصرة في تأمين المحاكم الألمانية وعدم تفتيش رواد المحكمة من حامل الأسلحة في ظل وجود خصومات بين المتقاضين. تجرى حاليا التحقيقات في ملابسات جريمة دريسدن، ومهما كانت نتيجتها وسواء كان أليكس دابليو مريضا نفسيا أم لا فإن الأمر لن يختلف كثيرا. ففي كل الأحوال لو عكسنا الآية وقتل ألماني في إحدى ساحات القضاء المصري لقامت الدنيا دون أن تقعد ووصفنا نحن العرب بالإرهابيين. ياسمين أبو خضرة، 10 مساء.